ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الصراع. دكتور محمد، بعد تحية برحب بحضرتك معنا ومتابعتك لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي COP28 وأهم المخرجات اللي تابعتها في خلال الجلسات. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا احنا شايفين اهتمام كبير من الدولة المصرية بمؤتمر الأطراف COP27. يمكن شفنا فخامة السيد الرئيس وبيؤكد أن الدولة المصرية بتقدم كل ما لديها من جهود لإنجاح المؤتمر بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية الشقيقة. وطبعا كان في مؤتمر سابق كان تم عقده في شرم الشيخ COP27، والحقيقة هذا المؤتمر كان مؤتمر من المؤتمرات الناجحة اللي كان فيه حث جميع الدول على الالتزام بتعهداتها والالتزام بتنفيذ مخرجات تليق بخدمة التغيرات المناخية ومواجهة هذه الآثار خصوصا على الدول النامية. ويمكن شفنا العديد من المشروعات اللي كان تم إطلاقها، ويمكن الدولة المصرية كمان كان ليها العديد من المبادرات اللي كانت تم البدء في تنفيذها. النهارده احنا بنعرض بعض من هذه المبادرات، بنشوف مبادرة زي مبادرة حياة كريمة اللي بتمثل نموذج حي بتنفذه الدولة المصرية لخدمة المجتمعات الريفية لتطوير معيشتهم وتطوير حياتهم. ايضا بنشوف مشروع او مبادرة زي مبادرة معافي اللي بتهدف الى حشد الجهود، هي مبادرة فصل لحشد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية. وايضا العديد من المشروعات اللي تم تنفيذها في قطاع الزراعة، زي ان احنا بنستنبط اصناف قصيرة العمر، بنستنبط اصناف بتستهلك كميات اقل من المياه، بنستنبط اصناف بتدي انتاج اعلى. كل ده بينعكس بشكل ايجابي على التنمية المستدامة وعلى تحقيق نهضة حقيقية مواجهة اثار وتداعيات التغيرات المناخية. واستكمال بقى وما قاله فخامة السيد الرئيس على ضرورة ان يكون COP28 له مخرجات واضحة وله التزامات واضحة من جميع الاطراف ومن جميع الدول المشاركة، بحيث يكون في عائد على الدول النامية. لأن الحقيقة المشاركة أو مساهمة الدول النامية في الانبعاثات الكربونية كانت ضئيلة جدا. يعني الدولة المصرية من أقل ما يذكر، القارة الأفريقية، منطقة آسيا من أقل الدول اللي ساهمت بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية اللي أدت إلى ظهور التغيرات المناخية، ولكن رغم ده احنا من أكثر الشعوب تأثرا بمثل هذه الظاهرة. صحيح، يمكن يعني دبي تتسلم الراية لتبني على اللبنات اللي وضعتها مصر في مؤتمر COP27 يعني شرم الشيخ 2022، وسيادة الرئيس أكد على بعض النقاط اللي تم إثارتها طبعا خلال مؤتمر COP27، والتأكيد على مبدأ الإنصاف، يعني أنه مبدأ أساسي بين الدول، وإنشاء صندوق الدول النامية، وأيضا برنامج عمل خفض الانبعاثات. كيف رأيت هذه النقاط وتأكيد سيادة الرئيس عليها؟ الحقيقة دي نقاط مهمة جدا. احنا زي ما كنا بنتكلم، الدول الاقتصادية أو الدول اللي ساهمت بشكل كبير في إحداث التغيرات المناخية نتيجة الانبعاثات الكربونية والخروج كميات كبيرة من هذه الانبعاثات أثرت بشكل كبير على الدول النامية. النهاردة تكلفة التنمية للدول النامية أصبحت كبيرة جدا، علشان أقدر أن أنا أحقق تنمية مستدامة وأعتمد على مصادر بديلة للطاقة، فده بالنسبة لي تكلفة كبيرة بالنسبة للدول النامية. وبالتالي لابد أن يكون هناك صندوق لدعم هذه الدول تتكاتف فيه الجهود وتساهم كل دولة بحجم تأثيرها على المناخ أنها تبدأ تساهم في هذا الصندوق، بحيث يعود ده بإحداث نقلة نوعية في عمليات التنمية للدول النامية. وبالتالي ده يساهم في أن يبقى في مساواة وعدل في تحمل الأعباء وتحمل تكاليف التنمية المستدامة وتكاليف مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية اللي بتضرب كل دول العالم. وبعدين العالم فعلا أصبح قرية صغيرة، وبنشوف لو في مصنع تم إنشاؤه بالخطأ في دولة ما في أقصى الشرق أو أقصى الغرب بتؤثر على كل دول العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط وعلى باقي المناطق حتى وإن كانت غير مساهمة في مثل هذه الانبعاثات. وبالتالي هذا التأثير بينعكس على حجم الانتاج، بينعكس على مستوى معيشة الأفراد داخل الدول النامية، بينعكس على توافر الأمن الغذائي ليها. وبالتالي الدول النامية بتتحمل تكلفة وأعباء الدول اللي بتمارس نشاطات اقتصادية قد تضر بالبيئة. وبالتالي لابد أن يكون هناك مساهمة حقيقية من كافة الدول في مواجهة هذه الظاهرة وفي تحمل كل الأعباء والتكاتف وتكاتب جميع الدول في مواجهة والتأقلم والتكيف مع هذه الظاهرة. لذا دكتور محمد، يعني في رأيك ما هي أهمية إنشاء صندوق معني بالخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وما ينتج عنها من خسائر وأضرار طبيعية وبشرية؟ ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا دلوقتي لما بيحدث تقلبات جوية نتيجة ظاهرة الانبعاثات الكربونية، نتيجة ممارسة أي دولة من بتمارس نشاط
اقتصادي كبير او نشاط صناعي كبير ادى الى زياده الانبعاثات الكربونيه، ده هينتج عنه بعض التغيرات، تغيرات في حاله الطقس، زياده درجات الحراره، امطار في غير مواعيدها، موجات حاره في غير مواعيدها، فده بيؤثر على الغذاء، بيؤثر على الزراعه، بيؤثر على الانتاج. حتى الدوله دي علشان او الدول الناميه علشان تقدر تنفذ مشروع النهارده وبيطبق فيه الاقتصاد او الاقتصاد المستدام، الاقتصاد الاخضر، هنلاقي ان هي بتحتاج تكلفه تمويل اكبر، وبالتالي اصبح تكلفه انشاء هذا المصنع بالنسبه لها عبء كبير. فوجود صندوق يخدم الدول الناميه يساعدها في مواجهه اثار التغيرات المناخيه اللي نتجت عن يعني يمكن كان في مؤتمر الاطراف كوب 27 كان قال السيد جون كيري ان 20 دوله على العالم هم اللي اثروا بحوالي 80% من اجمالي الانبعاثات الكربونيه اللي اثرت على باقي دول العالم. فهذه الدول لابد ان تتحمل تكلفتها، وبالتالي يكون ده يعود بالنفع على احداث تنميه شامله، وده اظن هو العدل المطلق في تطبيق وفي مواجهه ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيق البرامج الخاصة بالتكيف والتأقلم. صحيح يا فندم، ولذا يعني سيادة الرئيس قال الالتزام بالتعهدات وفقا لقدرات كل دولة، فده تأكيدا على كلام سيادتك. جزيل الشكر لحضرتك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.